بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن حنبدأ في إعطاء الأمثلة وحنكثف موضوع الأمثلة لأنه وصلنا لحد معقول في الجزء الثاني. أخذنا مواضيع جدا متقدمة زي الانهيرتنس زي الـ access modifiers، أخذنا اللي هو الـ exceptions، أخذنا الـ إيش كمان البوليمورفيزم، أخذنا اللي هو الاوفررايدنج والاوفرلودنج واشياء جدا كثيره. الان حيبدا التركيز على الامثله. خلال الامثله ممكن نستخدم اشياء جديده ونوضح مفاهيم جديده او نقاط جديده. يعني مثلا ممكن نستدعي كلاس جديد او كلاس جاهز جديد ونسلط الضوء ونعرف معناه عموما، وكمان توضح لك الصوره. الان لو تلاحظ انا حذفت مختلف الملفات اللي كانت موجوده على اساس ابدا بنظام المشاريع. طيب ولاحظ معايا الان حاجة هنا، حستخدم كلاس جديد اسمه student. طبعا هذا الكلاس خلينا نجي هنا نشوف new. طبعا انت ليش انت تلاحظ اني انا اقول آلة حاسبة student، اشياء خفيفة جدا، بينما الواقع ما في له هذه البرامج. المشكلة انه لما تيجي تشرح لشخص المفاهيم لازم تشرح على كلاسات بسيطة، لما يفهم المفاهيم ذيك الساعة ندخل في مواضيع متقدمة. على اي حال انا ححاول اني اخلي المشروع يعني كل مرة نتدرج في الكلاس ونعطي معلومات جديدة. نيجي هنا نقول finish. طيب الآن حيبني لنا إيش؟ حيبني لنا الكلاس student. شوف انت الحين لما تنشئ كلاس جديد انت اساسا تسوي نوع جديد في اللغة. يعني لاحظ احنا مو عندنا integer هنا، يعني انا لو كتبت كذا int c يساوي 10. لاحظ لما نيجي نعرف object احنا نكتب اساسا student مثلا عبد الله equal new student، عفوا student. ايش اللي يحصل؟ هذا النوع موجود في جافا اساسا، لكن هذا النوع لا. فتعريفك للكلاس هو اساسا تعريف لنوع جديد في جافا، يعني نوع بيانات. فعبد الله يعتبر object، يعتبر متغير، هذا سي متغير نوعه integer، عبد الله متغير نوع student. جافا تقول لك طب دقيقة ما عندنا شيء اسمه student، فلازم يكون هذا الشيء class. فأنت بالclass هنا أساسا أنت تشرح له نوع student كيف حيكون. فأتمنى الصورة تكون وضحت الآن. طيب نجي للstudent هنا، خلينا نمسح. طيب نوع الstudent ايش حيكون؟ أو الأوبجكت تبع student. نجي هنا أول حاجة نحدد البيانات. كيف نحدد البيانات؟ حنشوف كيف نحددها في درس منعزل. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.